أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا أكثرنا النظر في النجوم بداعي التفكر فيها، فهل هذا يدعو إلى الزندقة؟ تفكر لا، مطلوب تفكر فيها مطلوب، لكن النظر فيها للاستدلال بها على النحوس والحظوظ هذا هو التنجيم المحرم. ليس المراد من تحريم النظر مجرد التفكر فيها، وإن النظر المراد به الاستدلال بها على ما يحدث في الأرض من خير أو شر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.